في واحدة من قمم الكرة السعودية كلاسيكو منتظر وظروف متفاوتة للطرفين. التقى الأهلي بالنصر على أرض الملعب الرديف بإستاد الجوهرة المشعة بجدة في آخر مباريات الجولة 23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. بداية المباراة شهدت هدوءا من الطرفين ولم تحظى الدقائق الأولى بحضور هجمات خطيرة على المرميين، باستثناء كرة خالد الغنام الذي انطلق فيها من الجهة اليسرى وتوغل في منطقة 18 وسددها لخارج المرمى. سلمان المؤشر يرسل عرضية من الجهة اليمنى يعالجها السومة قوية، يتمكن براد جونز من التصدي لها. محاولات نصراوية بغية تسجيل هدف التقدم، الدفاع الأهلاوي يتدخل ويحبط كرة خالد الغنام. علي الحسن يسدد من خارج 18 ولكن بين أحضان محمد العويسي، ومن خطأ نفذه بيتي مارتينيز يتمكن عبد الإله العمري من افتتاح التسجيل برأسية عانقت الشباك الأهلاوية. هدف نصراوي أول عبد الإله، من غير العمري، روح القائد وزير الدفاع النصراوي. يحاول الأهلي الرد بتسديدة من عبد الرحمن غريب ترتطم بالعمري وتتحول لضربة زاوية. في الشوط الثاني نشط الأهلي وضغط على النصر بحثاً عن معادلة النتيجة، وبالفعل تحقق له ما يريد عبر هدافه عمر السوم. التعادل الأهلاوي لعمر. تمر دقائق المباراة التالية لهدف الأهلي دون خطورة تذكر، حتى سدد مرابط يسارية يتصدى لها العويس ثم القائم وتنتهي خطورتها. محاولة أخرى من مرابط بتسديدة قوية يتصدى لها العويس بصعوبة، ومن عرضية من علي الحسن تصل لعبد الرزاق حمد الله يسددها في الشباك الأهلاوية، هدف ثاني للنصر. عبد الرزاق حمد الله، وأخيرا اشتقنا إليك، علمنا ألا نشتاق. يحاول الأهلي بعد ذلك إدراك التعادل ولكن دون فائدة، ليطلق بعد ذلك حكم اللقاء خالد طريق صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز النصر بهدفين لهدف وبلوغه النقطة 33، مرتقيا للمركز السادس فيما بقي الأهلي في المقعد الخامس ب35 نقطة. وسيلتقي الأهلي في الجولة المقبلة فريق الفتح في الأحساء، بينما يستضيف النصر شقيقه الباطن في الرياض.